.me ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بيخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. هاي لكل مشاهدين الام تي في واوتو فوكس. اليوم حنكتشف ميد سايز سيدان مع مسيو رالف حيدر. اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. يور سيلز مانجر بشركه شانغان. مظبوط. خبرنا اكثر عن الشركه. شانغان اليوم للي ما بيعرف هي شركه سيارات اسست سنه 1862، تملك اكثر من 156 سنه من الخبره بعالم السيارات. نعم. اشتهرت بتصنيع السيارات العسكريه ومن بعدها الاس يو في والسيارات الخصوصيه. من 1993 شانغان بتصنع سيارات سوزوكي، فورد، مازدا، بيجو، سيتروان، وكل التكنولوجي تبع الصانعين موجود بكل سياراتنا ومنهم الفي 7 اللي موجوده معنا اليوم. بتشاينا شانغان هي نمبر 1 سيلينج براند لعشر سنين وتوب كواليتي كار، وبلبنان شانغان مقلعه كثير منيح كتر خير الله. فاتت بالتوب 10، اخذت 70% من الماركت شير تبع التشاينيز كارز. واو. وي ار ذا فاستست جروينج كومباني اوتوموتيف كومباني بلبنان، وطموحنا كمان بعد ان شاء الله اكثر. ان شاء الله اكيد. هالشيء بيعود لبرودكت كثير منيح لوكيل هو راس موتوركو ممبر اوف راسامني جروب، اسم عريق ومعروف بالافتر سيلز تبعه. قلع كثير ماركات يابانيه وكوريه قبل، وهلا اتس تايم فور ذا بريميوم تشاينيز كارز انه تقلع معنا. بيرفكت. خلينا نحكي شوي اكثر عن الاكستيريور تبع السياره. عم نشوف اليوم سياره ميد سايز سيدان في 7. الفي 7 الديزاين اللي بشوف من برا واضحين الستريت لاينز من اول سياره لاخرها، في كونتينيوتي باللاينز من اولها للاخر، يعني من الفرونت فندر للرير فندرز. عم نشوف ديزاين فيري كلاسي، مانو معجق ابدا. اوكي. عم نشوف الهيد لامبس يلي بقلبهم كروم، الفرونت جريل مع الامبلم تبع شانغان، وينجز اكزاكتلي ذا فلاينج وينجز، الفوغ لايت كمان فيهم اوسر كلاش كروم، جنوطه سايد ريبيترز بقلب السياره. اند ذا جود ثينج اباوت شانغان خاصة الـ V7 هي انه بس نشوفها بتعطينا كثير impression انه it's more of a European car. European يعني car. فيها شيء بالديزاين تبعها اوروبي. اوكي. جراوند كليرنس كمان عم نشوف انه سيارة عالية، مع انه سيارة مانا SUV بس هي كثير نايمة لطرقات لبنان كمان. كثير منيح. من برا شكلها عن جد رائع فعلا. حنفوت لجوا هلا ونكتشف اكثر على الداخل كيف شكلها ونحكي اكثر عن الاوبشنز. صرنا بداخل الـ V7 هلا عم نشوف دغري بوجهنا الجيدون with a very nice finishing. رالف خبرنا اكثر عن الانتيريور. عم نشوف asymmetrical design، ما في ميلة بتشبه الثانية بالسيارة. هيدا الترند بالانتيريورز اليوم عند اهم صانعين. push start button، intelligent keyless entry، هيدا standard equipment بيجي على السيارة. فرج جلد مع white stitching كمان standard equipment. تيبترونيك ماسكة الفيتاس، كروم طاغي بكل انحاء السيارة. ديجيتال اي سي مع سكرين بيعطينا الانفو على السكرين، تعطينا الراديو والاي سي انفورميشن. سي دي بلاير، يو اس بي اوكسيلري، بيانو بلاك كمان مثل ما عم نشوف بقلب الكوكبيت من جوا. الكار از فيري ويل ديزايند ان ترمز اوف انتيريور، واهم شيء انه اتس فيري كومفورتبل اند اتس فيري سبيشس، يعني الهيد روم والليج روم بست ان كلاس، وحتى الترانك لود كمان. نعم كثير 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 حلوه. الكوكبيت من جوا عن جد بتسطل وكثير فخمه. هلا صار وقت نحكي اكثر عن البرفورمانس والسيفتي تبع الفي 7. شفناها من الخارج ومن الداخل، هلا صار وقت نحكي اكثر عن البرفورمانس اند سيفتي. رالف خبرنا. 1.6 لتر انجن بقلب السياره. بدي بلش الحديث بس للعالم تعرف انه الفي 7 هو اكثر موديل نحن بنبيعه لشركات الاجار. الفيدباك عن السياره از ريلي جود. 1.6 لتر انجن يورو 5، اخر تكنولوجي بالانجنز، بيولد 125 حصان، تكنولوجيا يابانيه، الترانسميشن كمان ايزن جابانيز. نعم. 2 اير باكس، اي بي اس، اي بي دي، بريك اسيست، تراكشن كنترول سيستم، وهيل ستارت اسيست، وكروز كنترول، كلهم فول ستاندرد اكويبمنت على السياره وكلهم من بوش. سسبنشن هي من ماكفيرسون. الفيلينج تبع السياره كثير مهم لانه هيدي سياره من انعم السيارات على الطرقات، خاصه نعم. طرقات العتبه مثل طرقاتنا بلبنان اللي فيها جوار ومطبات كثير. كمان غير الكومفورت عندنا انسونوريزاسيون كثير مهمه بالسياره. كل حدا بيعرف شوي بالسيارات بيقدر يعرف قديها سياره معزوله ان ترمز اوف انجن على الكابن من جوا ومن الخارج. كثير مريحه وكثير فيها بلاجر اوف درايفنج كثير مهم. كثير 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 حلوه هالسياره عن جد فعليا، والبرفورمنس تبعيتها 5 ستارز. صار وقت نحكي هلا اكثر عن سعرها بالسوق اللبناني. رالف خبرنا واتس ذا ديل على الفي 7.
مثل ما تعودنا دائما بشنغان انه وي هاف فيري جود برايسز. الفي 7 عنده انبيتابل اوفر شوكينج برايس مزبوط 14900 انكلودينج فات اند ريجستريشن. ما في شيء مخبى بهذا السعر. والحلو انه مش بس انكلودينج فات اند ريجستريشن، عم نقدم مع السياره اليوم فري ابجريد للليذر سيتس يعني مثل اللي شفناها معنا و5 ييرز فري اويل تشينج. واو سو هول كلهم انكلودينج ان ذا برايس انكلودد VAT registration warranty 150000 كيلومتر roadside assistance 24 hours 7 موبايل جراج على كافة الأراضي اللبنانية. بليز تعوا جربوا السيارة، راح تكون أكثر من توقعاتكم بكثير بس تسوقوها. It's for free، زوروا صالات العرض وجربوها. It's an excellent car. والقطع بذكر دائما القطع متوفره بشكل دائم باسعار جدا مدروسه وفي سرعه دائما بتلبيه الزبونات. ألف مرسي كثير، وهيدي كانت سيارتنا الـ V7 لليوم. تابعونا بكره بحلقه جديده وسياره جديده بأوتو فوكس. ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية يلي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات.